خلينا نبتدي مع بعض بأهم الأحداث. امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تفقد أعمال تطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي، واستمع السيد الرئيس خلال الجولة للجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير بعدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى في منطقة كورنيش النيل وكوبري العميد إبراهيم الرفاعي. وقد استمع السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية إلى الجهود الجارية لربط القاهرة الجديدة بمنطقة متحف الحضارات وكورنيش النيل، وذلك من خلال عدد من المحاور المرورية وعلى رأسها ربط محاور المشير طنطاوي وعمر سليمان ومحور الشهيد جميعهم بمحور المستشار عبد المجيد محمود، إلى جانب العمل الجاري في كوبري العميد إبراهيم الرفاعي وصولا إلى كورنيش النيل. منطقة كورنيش الحضارات سيادة مشرفنا هنا يا فندم، المنطقة يا فندم من ساعة أمرت بربط منطقة كورنيش النيل يا فندم ومتحف الحضارات بكوبري يا فندم، بيربط عشان يربط معانا القادم من القاهرة الجديدة يا فندم بمحور عمر سليمان أو محور سميرة موسى فندم، مرورا بمنطقة المقطم، مرورا بمحور رئاسة الرزق، مرورا بكوبري طه حسين وكوبري الدكتور صلاح الشاذلي على الاوتوستراد، ثم شارع الفسات يا فندم، مرورا بكوبري العميد إبراهيم رفاعي اللي سيادتك مشرفنا عليه، وصولا لكورنيش النيل يا فندم ومصر القديمة. هنكمل بعد كده. تمام يا فندم، تمام يا فندم، محور 3 يوليو يا فندم، المنطقة اللي بعد كده هتكونيش يا فندم، تمام سيادتك. كويس. تم يا فندم نهو أعمال تطوير كوبري قصر النبي يا فندم اللي كان بيحل معانا المشكلة الاختناق المروري اللي كان تحت الإشارة هنا يا فندم، وتم نهو الطبقة السطحية وتخطيطه يا فندم وعمل اللوحات الإرشادية. تم يا فندم تطوير منطقة كورنيش وعليها 5 حارة مرورية كل اتجاه بدلا من 2 حارة في المنطقة من اسم مصر القديمة حتى تقاطع مع الطريق الدائري، وتم إنشاء كوبري يا فندم توسيع نهر النيل بطول 300 متر. وتم نهوه يا فندم وجاري عمل التواصل الحافي في برضه فندم. كل ده اخر الشهر ان شاء الله يا فندم. هنا فندم جاري تطوير يا فندم منطقه قصر النبي المتجه لزرقاء مصر القديمه، دي اللي احنا لسه شغالين فيها بس فندم طبقا للازالات اللي شغالين فيها. طب احنا قدامنا قد ايه؟ فندم المنطقه دي بالكامل خلصت عادة، بس في حي مصر، حي مصر القديمه موجود هو جاري نقله حاليا يا فندم. يعني خلال اسبوعين او ثلاثه هيكون اتنقل بالكامل وهنكمله بعدها على طول. وبرضه الموضوع سوق البطيخ والكلام ده، هو حي مصر القديمه وسوق البطيخ والبنزينه وبنزينه التعويض هما ابتدوا مع بعض. يعني خلال اسبوعين ان شاء الله يكون السيد المحافظ وعدنا بان هو خلاص، يعني هما دخلوا فيها وخلاص. وانتوا شغالين؟ احنا شغالين شغالين احنا شغالين. هو كيلو 400 يا فندم، احنا خلصنا لهم 900 متر خلاص فعلا، خلصوا خالص. والجزء اللي قدامهم فيه اتجاه بالكامل خلصان متحرر اللي هو ده، وهم هيبقوا الاتجاه الكامل بالتالي. سيادتك يا فندم في الكوبري اللي هو توسعه الكوبري بتاع نهر النيل القديم، سيادتك احنا كنا مصممين التوسعه بتاعتنا على 120 طن، ده طبقا للكود الجديد. الكود القديم يا فندم كان 90 طن، فاحنا حاليا سيادتك بندعم الكوبري القديم عشان يبقى الاثنين نفس العمر الافتراضي ونفس المستوى، واللي ماشي على الكوبري لو مثلا لو ماشي بعجل هنا وعجل هنا ما يبقاش في فرق. كما استمع السيد الرئيس لاعمال التطوير لمناطق الفخارين والفن التشكيلي والحرف اليدويه المتميزه بالفسطاط. سيادتك المنطقه هنا يا فندم اللي هي قريه الفخارين، القريه دي بالكامل يا فندم سيادتك كنت وجهت ان احنا ضمن التطوير بتاعنا ان احنا نعظم المنطقه ديت بتاعت قريه الفخارين ديت. سيادتك احنا فعلا عملنا الكلام ده وحققنا الكلام ده مع وزاره الاسكان ومع مجلس الوزراء بحيث التطوير شامل بالكامل. هو كان في تعارض معاهم في مبنيين بس من ضمن 30 و40 مبنى، سيادتك محافظ القاهره نقلهم جوه، نقل مبنيين منهم جوه في منطقه افضل ما هي كانت موجوده بحيث الناس ديت يعتبروا شيوخ الصنعه ديت، فاحنا عايزين بنعظمهم اكتر يا فندم ما هم موجودين. شكرا. اوامر يا فندم. نظمت الأمانة العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي مؤتمرا جماهيريا بمكتبة الإسكندرية تحت عنوان معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية لدعم المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وإعلان تأييده لفترة رئاسية جديدة. شارك بالمؤتمر أعضاء من القوى السياسية ونواب برلمان مجلس الشيوخ ومجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني وممثلين من الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ولفيف من الشخصيات العامة وقيادات المجتمع السكندري، ورفع المشاركون الأعلام المصرية مرددين الهتافات الداعمة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمر حاشد في الفيوم، وده لدعم وتأييد المرشح عبد الفتاح السيسي لفترة انتخابية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية بجمهورية مصر العربية، وده ضمن فعاليات مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. تم استعراض كافة الإنجازات والمشروعات اللي حققتها الدولة المصرية واللي بتقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية. وكمان كان الهدف حث المواطنين على ضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم، وكان ده طبعا بحضور جماهيري كبير للمواطنين وقادة الرأي بالمحافظة من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والمعلمين والرائدات الريفيات وممثلين المجالس القومية والقيادات الدينية المسلمة والمسيحية والعمد والمشايخ وممثلين من الجمعيات النشطة والقيادات الشابة الفاعلة بالمحافظة.